الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسال يا ابني علينا الاهلي سيد القاره. الف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والف مبروك طبعا لكل المصريين. انجاز مصري جديد بيتحقق في سماء افريقيا بتوقيع وبصمه النادي الاهلي كما جرت العاده. الابطال يحتفلون فقط عند الوصول لمنصات التتويج. فريق النادي الاهلي بيسيطر على افريقيا طولا وعرضا للموسم الثالث على التوالي ويفوز بالسوبر الافريقي، لقب غالي طبعا للمره الثالثه على التوالي على حساب الزمالك بعد الفوز بالمباراه اللي استضافتها الجزائر الشقيقه بنتيجه 23-21. مش بس الفوز هو سبب الفرحه، لكن بالاضافه للتتويج والفوز بلقب غالي المشاركه كمان في كاس عالم للانديه السوبر جلوب ان شاء الله للنادي الاهلي، اللي تقدر تقول كده انه نادي واحد على مستوى القاره هو اللي مسيطر على الالعاب الجماعيه فيها، سواء كره قدم، سواء باسكت، سواء هاندبول، والفولي بول ان شاء الله باذن الله في الطريق وقادمه. مبروك لكل الاهلاويه، من حقكم تفرحوا، من حقكم تحتفلوا الحقيقه بانجاز جديد بيضاف للنادي الاهلي. وكما جرت العاده الاهلي ما بيحتفلش وما بيفرحش الا لما بيقف على منصه التتويج وبيرفع كاس او بيتوج بدرع بطوله، وده اللي احنا شفناه وتابعناه كلنا امبارح، لحظات من الفرح والسعاده الحقيقيه نتيجه عن انجاز بعد مشوار صعب ومتعب وارهاق. الابطال دول حقيقه يمكن لثالث سنه على التوالي بيحققوا بطوله السوبر الافريقي، وده انجاز بالتاكيد لم ياتي من فراغ. مشوار طويل ومشوار صعب، بهني كل الحقيقه كل جماهير النادي الاهلي في البدايه، بهني مجلس اداره النادي الاهلي، بهني ابطالنا ولاعبتنا ونجومنا اللي فرحونا للعام الثالث على التوالي، والجهاز الفني بالتاكيد اللي كان ليه دور كبير جدا ومهم جدا في الوصول لمنصه التتويج. كابتن الخطيب الحقيقه كمان كان حريص على توجيه تهنئه لابطال افريقيا، ابطال السوبر الافريقي فريق الهاندبول، وهنا طبعا بعد برساله تهنئه لفريق الهاندبول بعد التتويج بالسوبر الافريقي للمره الثالثه على التوالي. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على تهنئه لاعبي الفريق الاول لكره اليد وجهازهم الفني والاداري والطبي عقب الفوز مساء الامس ببطوله كاس السوبر الافريقي للمره الثالثه على التوالي والتاهل الى بطوله العالم للانديه السوبر جلوب وتحقيق انجاز كبير على الصعيد القاري، واشاد رئيس النادي بالجهود التي بذلها اللاعبون الذين عبروا عن شخصيه الاهلي بالاصرار والعزيمه والروح العاليه والاداء المتميز الذي جعلهم يستحقوا لقب السوبر الافريقي، واسعاد جماهير النادي الاهلي صاحبه الدور الكبير في كل النجاحات والتي تساند ناديها في كل المواقف. واشار كابتن محمود الخطيب الى ان ما حققه رجال اليد يستحق التحيه، خاصه وان الفريق سوف يبدا مشواره في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بالجزائر خلال ساعات، الامر الذي يستوجب معه اغلاق صفحه السوبر والتركيز القوي لتحقيق لقب قاري جديد. هنقفل صفحة السوبر بالسرعة دي؟ هنقفل صفحة السوبر، فرحنا بطولة لقب كما جرت العادة. احنا هنا متعودين على البطولات والألقاب والإنجازات، مجرد تحقيق اللقب فترة استراحة محارب، احتفال سريع جدا عشان نفتح صفحة البطولة اللي بعدها. هو ده منهج الأهلي وهي دي مدرسة النادي الأهلي وهي دي فرحة النادي الأهلي زي ما عود جماهيره دايما أن يكون سبب في سعادتهم وسبب في افرحهم. وبمناسبه جماهير النادي الاهلي جزء كبير من حلقه النهارده بالذات في فقره الاخبار عايز اتكلم معاكم فيه قبل موقعه مازيمبي ان شاء الله، بس قبل ما نروح للتفاصيل نبدا مع فاصل ونرجع لحضراتكم.